ايه هي محفظه الاعمال هذه؟ احنا قلنا الشركات الشباب قلنا نوعين فاكرين؟ وحده الاعمال والشركات ايوه متعدده يا اما وحيده او متعدده الاعمال. في الغالب كل شركه او كل مؤسسه موجوده عندها محفظه اعمال. مش شركه واحده، مش نشاط واحد، اكثر من نشاط كل الانشطه دي بتدر عليها الايراد او الدخل اللي هي بتسوي عليه. فاحنا بنسمي هذه محفظه الاعمال. بالضبط زي ما شرحت لك المره اللي فاتت قلت لك هي عباره عن محفظه. زي هذا، شيء بيجيب 100 ريال، شيء بيجيب 50، شيء بيجيب 60، كلها في النهايه التوتل هو ما يدر على المحفظه هذا. اذا الشركات هنا اذا ما هي محفظه الاعمال، هي اداه لتحليل وتقييم وحدات الاعمال الاستراتيجيه، تمام؟ في المنظمات وفقا لمعيارين، شوف ايش الصوره المستقبليه اللي بتشتغل عليها في المستقبل. خليها دائما تراجع المحفظه دي. وتشوف ما هو موقف تقييم المحفظة هذه. يعني عشان تعرف تقول طب المحفظة هذه السنة حقت لي 100 مليون. ما يمكن السنة الجاية تجيب لي 200 100 170 مليون، تبى تقيم، طب ايش من الشركات اللي احتفظ بي؟ ايش اللي من الشركات انا ادعمه؟ ايش من الشركات اللي قوي؟ وايش الشركات يمكن ما اصرف عليها اتخلص منها؟ ما احتاج استمر في البزنس هذا لانه يمكن ما يفيد. بناء على هذا قلنا تحليل السوات لا يصلح، لأن تحليل السوات بيقيم الأداء الشركة من ناحية القوة والفرصة لتحديد التوجه الاستراتيجي، أما هنا أنت بتقيم محفظة الأعمال، مش بتقيم التوجه الاستراتيجي، واضح الفرق بين الاثنين؟ أول أسلوب من ظل تقييم محفظة الأعمال أسلوب سميناه أسلوب بوسطن، بوسطن الاستشارية. نموذج بوسطن الاستشارية عملوا إيه؟ قالوا والله إحنا كمان نقيم المحفظة. قالوا إيه؟ قالوا لو اعتبرنا هذا يا شباب سوق، هذا ماركت. اعتبر هذا سوق، قدامك سوق واقع كبير. طيب انا كم شركه عندي؟ عندي 7 8 شركات، 10 شركات، ان شاء الله حتى 100 شركه. لازم اشوف الشركات فين موجوده على السوق؟ مكانها في خريطه السوق، عشان انا بقيم الشركه يا هي ادعمها يا ما ادعمها يا اما اتخلص منها. صح ولا لا؟ لان احنا من ضمن نقاط شركه غالي. فقالوا اذا اعتبرنا هذا السوق فاحنا نقسم السوق هذا أول حاجة نقسمه نصين. أول محور هذا عملوا خط. شوف هذا خط. نوها مين؟ قالوا نسيب السوق النسبي ده مبيعات الشركة على مبيعات أكبر منافس. فأكبر منافس بكم بيبيع؟ نفرض مبيعاتنا اللي إحنا في الشركة مليون وأكبر منافس بيبيع ب 100 مليون. يبقى معناته نسبتنا كم؟ واحد يعني انت هنا في الموقع هذا، انت هنا في الجزئيه هذه. اما لو انا يعني عندي ثلاث حاجات، يا اما اكون اصغر من اكبر منافس، او اكون اساويه واحد، او اكون ايه؟ اكبر منه. يعني كل ما يبيع بثمانيه انا ببيع بربع، تمام؟ فانا 8% اكبر من ايه؟ من المنافس الكبير الموجود في السوق. فاذا النصيب السوقي النسبي، نسبي ليس مو نسبي، نسبة لأكبر مين؟ منافس. ما الذي يحدد مبيعات الشركة على مبيعات أكبر منافس؟ نقسمهم على بعض نقدر نعرف إيه إحنا موقعنا فين. إذا رقم البيع هو الرقم اللي يحدد الماركت بوزيشن حقك في السوق هذا المعيار الأول، تمام؟ اذا انا بدي اشوف المعيار الاول، هو هذا اللي احنا بنسميه مؤشر موقع التنافس للشركه في السوق، تمام؟ من هذا هو النسبه لحصه السوق مبيعات وحده النشاط حقت الشركه، مبيعاتي انا كشركه على مبيعات اكبر منافس في السوق. ثلاث حاجات، يا اما انا اصغر من اكبر منافس، يا انا اساوي، يا انا اصغر منه. كلما كنت هنا انا في موقف ضعيف، وكلما كنت هنا انا في موقف قوي. والبيع حلو، لانه البيع دائما كاش، تشتغل الشركه ما تجيب سيوله من البيع. فكلما كلما رحت كده كلما يكون الوضع افضل ولا مش افضل يا شباب؟ افضل ما في شك. طيب ده المحور الاول وحطوها بواحد. المحور الثاني قالوا قالوا اجبارا حيكون 10، اجبارا حيكون 10، قالوا 10% سموها معدل نمو السوق. السوق ده مش ثابت، انما السوق ده متغير وبينمو، لانه ما حد يشتغل في سوق
مش نعمل في السوق دايما ايه متحرك. ففي السوق قالوا ايه 10% حطوها اجبار، قالوا فوق 10% 12 14 16 لغايه 20 ده يسموه نمو، وتحت 10 يبقى النمو هنا ايه ضعيف وهنا الدمو ايه عالي. فمعدل نمو الصناعه مؤشر الى ايه؟ مؤشر ايه النمو يا شباب؟ مؤشر على وجود طلب للمنتج، ان المنتج ده مطلوب. فكلما السوق ارتفع ونما وزادت زادت زادت زاد الطلب، فكلما النمو السوق ايه يرتفع. طبعا ما فيش هذا يبين ان هو سوق ايه سوق جذاب. فقالوا مبيعات السوق الكلي في 2011 مثلا، نقص مبيعات السوق الكلي في 2010 العام الماضي على مبيعات السوق الكلي في 2010 اضربها في 100 يدينا كم نسبة التقدم من سنة لسنة؟ يعني كل سنة بنزيد قد ايه؟ إذا كل سنة بنزيد 2% 4% فهو معدل النمو ايه؟ ضعيف. ولو كان بيزيد 18% من 16 ل 18 يبقى النمو ايه؟ عالي، وهذا يعتبر مؤشر مرة ممتاز. فكلما كانت الشركات اللي عندي في محفظة الأعمال حقتي موجودة في سوق معدل نمو هنا ممتاز، وكلما كانت مبيعاتها هنا يعتبر كويس. واضح؟ حتى هذه اللحظة؟ طيب إذا في مؤشرين، مبيعات الشركة ومعدل النمو. أوكي؟ بعد كده قالوا إيه؟ قالوا إذا معنى هذا الكلام إن السوق هيتقسم إيه؟ أربع أقسام. القسم الأول نسبة الحصة السوقية مبيعات الشركة مقارنة بأكبر منافس، يا إما أقل يا إما يساوي يا إما أكبر. إذا جاء في المربع هذه إحدى الشركات اللي عندي في محفظة الأعمال حق الاستراتيجيك بزنس يونت سموها اسم، قالوا سموها ذات الوضع المضطرب، سموها الدوس كلاب. وقالوا تفسيرهم الرسومات هذه ما يعني هم بيقولوش نظرهم بيحاولوا يدوها التشبيهات، تمام؟ إنه والله هذه الكلاب يعني ما تديك حاجة، إنما لازم تصرف يعني دي تعمل لك مشاكل، يعني دوشة، تمام؟ معدل نمو منخفض وحصة سوق منخفض، يعني وضع لا عندهم بيع ولا معدل نمو السوق بينمو. طب شغالين ليه؟ خلص منه. ما انت شغال ليه؟ انت تقول انا بدي اصرف عليها، طب تصرف عليها ليه؟ دي وضعها مضطرب. انت المفروض تعيد لو عندك شركات في الوضع ده تعيد الدراسه حقتها. غير النشاط. يا غير النشاط يا اما تخلص منها. النوع الثاني من الشركات قالوا في المربع ده سموها القطط او علامه الاستفهام، والقطط حاجه حلوه. حاجة رائعة، لكن القطط دائما فيها عيب، انها مودية مزاجية، مرة معاك ومرة خربش ممكن. يعني الشركات في الموقع هذا بالرغم بس احسن من دي، عندها معدل نمو عالي الا ان المعدل حجم مبيعاتها مقارنة بمبيعات المنافسين قليل، لكنها واعدة صاعدة، فانت بتصرف عليها. فسموها علامة الاستفهام question mark، او سموها الطفل المدلل، لانك انت تبقى تصرف عليها وتكبرها وتنميها لان معدل، لانه في ايه في وعود في نمو كويس، السوق ممتاز، المنتجات عليها طلب، بس محتاج تسويق، محتاج توزيع، محتاج محلات، محتاج سيارات، محتاج مندوبين، محتاج كتالوجات، محتاج الناس تعرفك. كل هذا يمثل ايه؟ صرف، تصرف عليه. هو الصرف اللي هنا يا شباب منطقي، صح؟ لان معدل نمو عالي، لانك انت كل هدف تبعك تبقى تروح كيف؟ تبقى تروح كده. فانت هدفك تروح للناحيه هذه. لو رحت للناحيه هذه سموهم النجوم ستارز. وقالوا اسم النجوم هذه انه هذه الشركات وضع النجوم ليه؟ معدل النمو فوق 10% وحصة السوق في المبيعات النسبية أعلى من أكبر منافسين في السوق، ده هو أكبر منهم، ده هو ما شاء الله تبارك الله ممتاز، بس قلت لك عيب الشركات دي نمو عالي وحصة سوقية عالية، الكاش اللي هيجيك من الشركات دي مش هتاخده لك، مش هتسوي، هترجعه فيها، لأنك ليه؟ لأن المنافسة هنا إيه؟ ضارية، فتضطر إن كل ريال أخذته من الشركة ما تاخده تصرفه عليه، يمكن كمان تصرف زيادة كمان. لكن اذا انت ما طورت الشركه هذه شو يصير فيها؟ تنتهي وترجع.
ترجع كده او ترجع كده وده خطير. فالشركه في معدل يبغوا العملاء يبغوا توزيعي ومفتحوا محلات وتوزع عليهم تبغى تعمل تبغى تسوي اتصالات وتحط رقم مجاني تبغى تجيب منتجات وتاخذ مستودعات وتاجر شركه طالعه كده محلقه ستيكينج اوف كده نمو فوق طالع. فكل ريال يجي من الشركه مش هتاخده بجيبك انما هتصرفه ايه؟ هترجعه تاني على الشركه. بينما هنا مش هتديك حاجه هنا حتى هتصرف عليهم. ليه؟ لانه معدل نمو عالي. اما هنا ده انت هتردد وتتفكر ماليا هتنفع او ما تنفع. النوع الرابع في المربع ده يا شباب سموها البقرات الحلوب او الشركات المدره للنقديه الكاش كاو. ايش المدير النقدي؟ البقر شيء حلو بقر خير في يديك شيء استخدمه تمام. فقالوا هذه الشركات جرائع بتديك كاش حلو. ليش بتديك كاش عالي؟ لانه حصه سوقيه في السوق عندهم حصه ضخمه في السوق فعندهم بيع والبيع فيه ايه؟ كاش. بس معدل النمو ايه؟ دائما منخفض. دائما معدل نموها مع المعدل الطبيعي للسكان ينمو 4-3% بس هم اخذين مساحه قد كده. منتجات دائما منخفضه في القيمه وناس زي الالبان العصيرات الشركات بمعظمها يعني الحاجات اللي زي كده الشيء اللي هي ميد رينج هذه دائما تلاقيها بقر كاش. تجيب دائما معدل الدوران حقها عالي تجيب للشركات كاش مباشره. طبعا كلما في المحفظة عندي بقر كلما شيء مرة كويس. إذا عندك من الشركات المدير النقدية يا بختك. الواحد لا يزعل. ليه؟ بالعكس تعرف ليه؟ لأن الشركة لأنه دي أحسن ولا دي؟ النجوم ولا البقر؟ البقر أحسن. ليه؟ لأن البقر ده هيديك دي حصر دي أنت مش هتاخد منها حاجة دي هتصرف عليك. مش هتاخد حاجة إذا لو أخذ منها فلوس الشركة دي هتروح. فأنت هتستمر إيه؟ إنك تصرف على الشركة هذه. عشان تكبر ولا ما صرفت عليه اللي حيصير منافسين يخشوا عليك تنتهي انت بطل تطور. لكن هنا طيب تعال اسالك سؤال بشكل ثاني. طب لو انا بدي استثمر في دي ينفع؟ ابغى ازود خطوط الانتاج وبدي اعمل وبدي اسوي وبدي اعمل خطوط انتاج جديده وابتكر منتجات جديده ينفع في دي؟ مش حينفع مش حينفع عليه لانه منخفضه الحصه منخفضه السوقيه اللي عندك. انما انت لو تديك 100 مليون تاخذ 90 عشان تدفع على التوزيع والتسويق والحفاظ على الحصة السوقية وتحلبها تاخذ أقصى ما فيها. إنما ما تنميها لأن السوق عندك غير إيه؟ عالي، الطلب فيه مش عالي. فمهما أنت صرفت زيادة خط إنتاج، زيادة عمل زيادة، الطاقة فيه السوق فيه كاباسيتي، فيه محدود، ما بيزيد. فالانتاج اللي عندك او الزياده الطاقه الانتاجيه ايش حيصير فيها؟ عاطله. لان السوق ما يستوعب. السوق معدله 3% فالزياده دي هتروح فين؟ خساره نص. فانت بدل ما تصرفها هنا اصرفها هنا في دول. اذا هنا الشركه دي بتقرر تشوف في المحفظه هذه هدول ايش اعمل معاهم؟ دول المضطربون خلص منهم. او هدول اللي انا حصرف عليهم وواعدهم ودائما انت بقولها وفي الغالب الشركات بتخوف موديه لسه ما انت عارف خيرها من شرها لسه ما بانت. ليه؟ لانه ما في مبيعات بس النمو عالي هتصرف عليها وتكبرها وتطورها وتشتغل عليها وتعمل ده مش ونتمنى ان شاء الله تروح على الجانب ايه؟ هذا لا تروح كده يعني في الحصه السوقيه تروح على الناحيه هذه. فلو راحت ممتاز لو راحت ناحيه النجوم ممتاز جدا. قديش تاخذ بوك مانجمنت؟ maybe take 2 years, 3 years, 4 years ما نعرف لغايه ما ايه يحصل. عشان كده ربطناها يا شباب بعدين قلنا بحاجه مهمه كلمنا عليها اللي هو دوره حياه ايش؟ المنتجات. قلنا تبدا الشركه من النمو النشوء والتشبع والانحدار. كل واحده من الشركات دي يعني اديك مثال لو انت تبغى تخش السوق سالنا المره اللي فاتت تخش السوق من اي مربع؟ شركه جديده من فين تخش؟ من هنا من القطر بالضبط. ليه؟ لسه طبعا ما حد يخش سوق من هنا ما حد يخش سوق ايه نمو منخفض. الناس تخش تعمل بزنس في سوق ايه واعد في طلب صح ولا لا؟ طبعا جذاب. ما حد يخش سوق مو جذاب يقول لا لا معلش احاول ادخل من هنا وبعدين ايش يصير فيه؟ ينتقل للنجوم ومن النجوم ينتقل للبقر وده اللايف سايكل طبيعي.
وبعد البقر زي ما انتبهت بيتحول البقر الى ايه؟ الى وضع الشركات المضطربه اللي هي الموجوده. ففي لايف سايكل موجود، لازم تعرف انت كل نوع شركه موجوده عندك في المحفظه اين موقعها في دوره الحياه. النقد اللي صار على النظريه هذه قلناها، قالوا لي يعني اولا انك تختار الرموز هذه البقر كلاب مش عارف ايه النجوم، ما هي يعني شيء لوجيك اصلا، ما في شركات كده، ما في احد يقسم الشركه بس على اربع قطاعات. اثنين، صعب انك انت تقول تقييم الشركه على البيع وعلى نمو السوق، ده في عوامل ثانيه كثير مبرره كثير، مدى الابتكار في المنتج، قوة الشركة في التوزيع، الإمكانيات الابتكارية، شيء تانية كثير، مش بس هو بس معيارين، يا بيع يا طلب. يعني أنت بس أنا حددتها مرة. بعدين سؤال تاني، طب أنت سؤال ما حد سألني هو منهم. طب إذا أنا بدي أقيم بناء على مصفوفة بوستر، من فين بتجيب معلومات؟ مش إحنا قلنا مبيعاتك على مبيعات أكبر منافس؟ هتجيب مبيعات أكبر منافس من فين؟ هل الشركات تديك هي؟ لا. يمكن معدل الطلب سهل تجيب لأنه هذا مؤشر اقتصادي، لكن معدل لكن نمو الشركة الكبيرة المنافسة هيقول لك بكم بعنا؟ لا مش عنده كثير، يعني المعلومات هذه صعبة ثريتيكلي ممكن، لكن براكتيكلي يعني ما تجي، ففي صعوبة حتى معدل النمو تبعهم صعب يدلكوه، يمكن تاخذ نمو السوق الكلي، سوق المفروشات بيزيد في الكمس في كل سنة كم في المية في المملكة العربية السعودية؟ بيزيد بس بنسبة كم في المية؟ يمكن بنسبة 12% بنفس 11% 13% بس ده مؤشر ايه؟ بتعمل الغرف التجارية، بس أنا أبغى الشركات الواقعية كم في المية؟ من الصعب تلاقي. الحصد السوق المرتفعة، شوف دائما حصد السوق المرتفعة مش شرط إنها تعمل ربح. أنا ممكن يعني يكون عندي حصة سوقية مرة عالية وأكون أنا المتسيد، لكن أرباحه ضعيفة. أنت حكمت إنه هو عنده هو المتسيد في السوق. طيب حلو، أنت المتسيد خليك متسيد الفرق. أنت متسيد أنت، لكن أنت ما تكلمت عن مستوى الربحية. قديش الهوامش حقت الأرباح حقتك، النسب حقت الأرباح هذه ما تكلمنا عنها. تخفل أيضاً كمان تأثير مشاركة الموارد. انت بمبدا هذا يا شباب اللي احنا تكلمنا عليه هذا، بمبدا بوسطن هذا معنى ذلك انت بتقول للشركات اللي في المحفظه معاك يا شركات كل واحد يشتغل ايه حاله، كل واحد يشد حيله ربنا يوفي. بينما في بينظروا اليوم كيف ان الشركات دي يحصل فيها ايه تكامل، انت كده بتخلي الشركات دي فيها سيبريشن، ما بتساعد تستفيد من موارد بعض. يعني واحدة من الشركات عندها قوة توزيع، طب ما أنا أقدر أنا شركة من عندك تصنيع، أقوم أنا شركة تصنيع أدي المواد حقتي لشركة التوزيع، فأنت بتستفيد من الموارد الموجودة لدى الشركة. شركة من الشركات اللي عندها قوة في التسويق، طب ما تستفيد منها، مظبوط ولا لا؟ إذن هنا المبدأ هنا بيقول لك لا، كل واحد لوحده، كل واحد يتحدد فين مكانه على المصفوفة، وده توجه مش سليم.